حياكم الله من جديد مشاهدينا. طبعا وصلنا الى المحطه المساحه او تحديدا المساحه الطبيه. سنتحدث في هذه المحطه عن شفط الدهون. كثير من السيدات والرجال يتوجهون لاجراء عمليات الشفط باعتقادهم ان مثل هذه العمليات ممكن ان تنفع، تحديدا من يعاني من السمنه المفرطه، ولكن بالعكس بالتاكيد حيقول لنا الدكتور بشر الشنواني استشاري جراحه التجميل ورئيس نادي جراحي الرياض عن هذا الموضوع وبشكل تفصيلي. حياك الله معنا دكتور بشر. الله شكرا لكم على الاستضافه، وايضا شكرا لاتاحه الفرصه لنا باستضافتك دكتور بشير، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن رئيس نادي جراحي الرياض تحديدا في الجراحه التجميليه. دكتور بشر، بدايه نعرف ما هو شفط الدهون تحديدا. يعني شفط الدهون بدا من مده طويله، ولكن بدا يزيد في استخدامه او بدا يلقى الشهره من بعد نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات. الان تعتبر هي العمليه الاولى في العالم من ناحية العدد في جميع دول العالم، هي تعتبر العملية الأولى كرقم كأرقام، هي العملية الأولى، ومنها ما يجرى تحت تقدير موضوعي وعام، بس بالنهاية هي العملية الأولى على مستوى العالم ككل في كل الدول. بس صحيح دكتور، يعني كثير أسمع مثلاً إنه مثلاً شفط الدهون فقط لي، يعني مثلاً واحدة تبغى تحسن قوامها عشان تحسن حالتها النفسية مثلاً، يعني ما بتنفع مثل هذه العمليات لمن يعاني من سمنة مفرطة أو من يعاني من تكتل السيلوليت في الجسم، ما رأيك؟ الآن موضوع السمنة موضوع متفاوت بين الأشخاص. الآن إحنا اللي يحكمنا حاجة اسمها اللي هو معدل كتلة الجسم. معدل كتلة الجسم اللي هو الوزن على مربع الطول بالمتر. اللي وزنه مثلا 100 يتقسم، وطوله 160 يتقسم ال 100 على 1.6 بالتربيع، ويطلع عندنا معدل كتلة الجسم. معدل كتلة الجسم هذا هو اللي يحكم إجراء العمل الجراحي تجميلي أو تحويله لأطباء السمنة. وهذا هو الأساس في تصنيف الناس من ناحية السمنة أو سمنة مفرطة أو زيادة في الوزن. دائما عملية الشفط هي عملية لتحسين القوام وليس لتخفيض الوزن. الآن المرضى اللي بيجي لجراح التجميل لتخفيض وزنه يعتبر ما هو الجراح المناسب لهذا الإجراء. في حالات استثنائية يتم إجراء عملية الشفط لأوزان عالية شوية مقابل مثلا حصول على نتائج اقل بمخاطر عاليه. هذه يتم بحث كل حاله بحالتها مع الطبيب قبل اجراء اي تدخل جراحي. طب يعني تعتبر شفط الدهون تعتبر ايضا عمليه جراحيه صحيح دكتور؟ طبعاً. عمليه جراحيه ليها طبعاً. بالتاكيد لها محاذير، لها طبعاً. مثلا هل لها مضاعفات مثل هذه العمليات؟ طبعا، يعني كل شيء في حياتنا له مقابل، واحتمالية المضاعفات متواجدة. يعني حتى إزالة مثلا حبة خال رغم أنه صغيرة وإجراءها بسيط يحمل المضاعفات كتأخر التئام جروح التهاب وإن كانت العملية صغيرة. طيب هنالك العديد مثلا من بيشفط الدهون وبيحقن هذه الدهون مرة أخرى مثلا. نعم. لبعض المناطق اللي مثلا تحتاج إلى دهون. ما رأيك بهذا؟ كثير بسمع مثلا أنه أنا شفط دهون وحطيتها في الوجه، في وجهي مثلا، أو في بعض المناطق اللي مثلا نحيفة عندها بجسم أو محتاجة لحقن هذه الدهون. هل مثل هذه التقنية آمنة؟ طبعا. الآن واحدة من إحدى ميزات الدهون في إعادة حقنها هي تجديد المنطقة اللي تحقن فيها. سبحان الله، يعني شيء غريب في تكوين الدهون عندما تحقن في مناطق أخرى. أول شيء تزيد من حيويتها وجمالها، تحسن كثير من اللون في المناطق المحقونة فيها. وإن كان إنه الدهون حتى لو ما تم، يعني لو تم امتصاص كامل الدهون ما أخذ الجسم ما مسك من الدهون، تضيف هذه الميزة على المنطقة المحقونة. أسبابها، طرقها، هل هي الآن هذه بحثها طويل جدا، ولكن آمنة. ولكن تعتبر هي الـ 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 الأفضل في عملية الحقن بإجمالها. ما شاء الله. طيب دكتور، ننتقل لموضوع ثاني وتحديدا عن، يعني في كثير ناس مثلا ما بيتوجهوا لشفط الدهون لكن بيستخدموا بعض التقنيات الحديثة اللي هي تكسير الدهون، إذابة الدهون، ما رأيك بهذه الأجهزة؟ الآن في عندنا أجهزة اللي هي تعتبر الأجهزة الخارجية اللي يتم فيها زي التبريد أو موجات ترددية أو ليزر من خارج الجسم،
إضافة إلى المساج بطريقة معينة، هذا على أساس أنه يخفف من الدهون. الآن مدى فاعلية المواضيع هذه تعتبر فاعليتها قليلة جدا مقارنة بالشفط اللي هو أو بالتدخل الجراحي. دائما أي جراح يبحث على نتائج أفضل، فبالتالي عند الجراحين دائما في معظم الحالات يقول لك أنه هذه الأجهزة فوائدها قليلة، فبالتالي نلجأ إلى اللي هو مفعوله أفضل وأسرع ونتائجه أفضل. طيب هل مثلا في حالة شفط الدهون دكتور، هل ممكن أن تعود مرة أخرى للشخص مثلا؟ أيوه، هذه قاعدة، يعني أسئلة دائما نسأل في إجراء أي تدخل جراحي، في خاصة في شفط الدهون. الآن عدد الدهون في جسمنا عدد واحد من فترة البلوغ لا عمرنا بلوغنا الشيخوخة، هذا العدد كخلايا دهون هو عدد رقم، مثلا لو قلنا مثلا مليون خلية دهنية، هذا العدد هو موجود فينا في جسمنا، فعملية الشفط تقلل من عدد الخلايا الموجودة في تلك المنطقة. بس ممكن ترجع مرة ثانية في حالة مثلا رجع يعني، لا وخلينا نقول الآن إذا رجعت السمنة عادة كل الخلايا الدهنية في جسم الإنسان استجابتها للسمنة متفاوتة، ولكن صحيح. اللي متعارف عليه إذا قلت كمية الدهون في منطقة معينة فاستجابتها إنها تسمن أقل. هذه قاعدة ما هو دائما صحيحة، ولكن نظريا وتطبيقيا هي واقعية موجودة، ولكن ما نقدر نقول هذه تنطبق على جميع الحالات، لأنه المنطقة مثلا لو شفطنا الخواصر الآن وتم إعادة المريض نفسه رجع سمن، عادة الدهون تتراكم أو تتركز في مناطق أخرى اللي فيها عدد الخلايا أكثر، فاستجابتها للسمنة المفروض يكون أكثر. لا صحيح، لما مثلا واحدة بتقوم بعملية الشفط مثلا تقول لي أنا شفطت مثلا بطني فطلع لي مثلا في الفقود أو في الأرداف، مضبوط يعني كلامها؟ إيه زاد وزنها، لأنه إذا زاد وزنها. أيوه طبعا، إحنا دائما نحذر دائما أنه الشخص اللي يتم شفطه إن كانت امرأة أو رجل، الأفضل أنه ما يرجع يزيد وزنه، لأنه زيادة الوزن تؤدي إلى اختلال نظام التخزين، وحيتغير الدهون وحيتغير الشكل للأسف. طيب دكتور، نبغى نتحدث مثلا عن الخطوات، بداية مثلا إذا أحد توجه لك الشروط مثلا في أنك فعلا أنه مثلا توافق مثلا على هذه الحالة، يعني الأجسام بتختلف والأوزان أيضا بتختلف والأعمار بتختلف، الشروط اللي هي مثلا أول حاجة المفروض يكون فوق 18 سنة الأفضل لإجراءها. أوكي. يستثنى منه بعض الحالات اللي هي سيفيرلي ديفورمد، اللي هو العيوب كبيرة جدا، فممكن تأخذ العمر أصغر من 18. ثاني شيء انه ما يكون هو في سمنة، يعني المريض ما يكون اصلا سمين، يعني تكلمنا على معدل كتلة الجسم، لازم معدل كتلة الجسم يكون بحدود 30 او اقل، كل ما كان معدل كتلة الجسم اقل كل ما اعطى نتائج افضل. تمام. الحاجة الثالثة والمهمة هو خلو المريض من الامراض. زي ايش؟ يعني الان مريض قلب، تمام، وضع القلب عنده سيء جدا، لا تروح تسوي له شفط، لانه في الشفط نفسه في اختلال في موضوع السوائل، والقلب مسؤول عن ضخ السوائل في جسم الانسان، ممكن يتاثر عضو حيوي ناتج عن عمليه تجميليه، فيؤخذ في عين الاعتبار صحه المريض واولويه التدخل الجراحي. في حاجات كمان مهمه الضغط الان، ايوه الضغط السكر لا يعني عدم اجراء العمل الجراحي، ولكن يكون في بعض المحاذير، وهو السيطرة على السكر، السيطرة على الضغط قبل إجراء العملية. الآن كميات الشفط، هي كميات الشفط هي اللي تحكم مرات التدخل إجراءه وعدم إجراءه. كل ما قل الأماكن أو المناطق اللي تم شفطها كل ما كان المريض في مرحلة آمنة أكثر. يعني الآن مريضة تيجي تبغى تشفط الظهر والخواصر والبطن والأفخاذ والأذرع في نفس الوقت، الأفضل يتم تجزيها بحيث انه مثلا يكون منطقتين على الاكثر الى ثلاث مناطق في اقصى حالاته. يعني كم ممكن 3 كيلو دهون الان بالنسبه لموضوع الشفط، الكثافه الدهون هي كثافه قليله فتعطي حجم اكبر، فدائما ما نتكلم بالنسبه للدهون كوزن، نتكلم الان بحجم. دائما لما نيجي نشفط احنا نتكلم في حجم، نتكلم في نحت للجسم، في
ظهور الشكل النهائي للجسم. الآن تقول لي كم كيلو شفط مني، لا يعنينا شيء إحنا كجراحين أو كأطباء متخصصين في الشفط. المقصود فيه أنه تم إزالة المنطقة هذه دهونها بالكامل أو بقي جزء، تم نحت الجسم في المنطقة هذه ولا لا. الآن الكميات طول ما إحنا كنا تحت 5 لتر يكون دائما الشفط آمن، بعد 5 لتر يكون في بعض المحاذير في استبدال السوائل واستبدال فقد الدم، لازم يكون الإنسان حريص فيها ويكون في مركز متخصص في الموضوع هذا حتى يكون التغلب لا سمح الله على 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 نقص الهيموغلوبين أو نقص السوائل. يعني ممكن إنه مثلاً تشفطوا له 7 كيلو بس، يعني نشيل موضوع الكيلو. نشيل موضوع الكيلو. أيوه بس نتبع إجراءات معينة. أيوه نتبع إجراءات معينة في الموضوع هذا ويكون حريصين في موضوع إنه المريض هل هو أصلاً ما عنده مشاكل صحية، عمره مناسب، كل ما كان العمر أصغر كل ما كان مقاومته لفقد السوائل واستبدال السوائل يكون أفضل. طيب دكتور، هل هو هذه العملية تخدير كامل ولا ممكن؟ لا متفاوتة هذا الموضوع. تخدير كامل أو تخدير موضعي، واحدة من الإشكاليات دائما اللي هو المريض دائما يقول لك أبغى تخدير موضعي، تخدير موضعي، تخدير موضعي. تخدير موضعي طبعا له مساوئه. زي ما تخدير مساوئ التخدير الموضعي. التخدير الموضعي الآن كميات كبيرة ما تقدر تشفط في التخدير الموضعي، لازم يكون الإنسان حريص فيه. كمية معينة. إيه كمية معينة طبعا. السيطرة بعدين إعطاؤه كميات تخدير عالية اللي هو تخدير الموضعي، هذا نحقنه كمان تخدير موضعي. التخدير الموضعي إذا كان كمية التخدير عالية ممكن تؤدي إلى 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 مشاكل أخرى. يعني تسمم الجلد أنا أعرف. مو بس لا مو تسمم الجلد، التخدير الموضعي له عواقب إنه ممكن يسبب زي تقلصات في الجسم، انقباضات، تشنجات إذا زاد زيادة كمية التخدير عن الحد المطلوب. طب دكتور مثل ما تفضل دحين يعني قلت إنه بالنسبة للتخدير الموضعي مو كويس. لا ما قلنا مو كويس، قلنا يعني على حسب الحالة. حسب الحالة أوكي. أيوه. بس كل ما كانت ما المناطق بتفضلها. لا كل ما كانت المناطق أقل كل ما كان سهل إجراءها تحت تخدير موضعي. كل ما كانت الكميات أكثر والمناطق أكثر كل ما كان التخدير العام هو أأمن لها الموضوع هذا. طب يعني حضرتك ما أنا هذا اللي أبغى سألت أضع عليه، يعني قلت إنه أأمن لهذا الموضوع إنه التخدير العام. في كثير بيتخوفوا دكتور التوجه لإجراء عمليات جراحية تخوفا من طبيب التخدير، لأن في كثير من بعض الحالات اللي زادت نسبة التخدير وتوفوا أثناء إجراء العملية، ويمكن نعرفهم بعضهم فنانين وغير ذلك. مو هذه المشكلة، هذه الآن الدعاية إنه والله هي نسبة التخدير هي اللي أدت إلى وفاة المريض بعيد الشر. هو الواقع ما هو كده، هو في معايير، يعني ما يصير ما حاجة أنه زدنا عيار التخدير، زدنا عيار التخدير اتأخر في الإفاقة، زدنا عيار التخدير لها 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 قانون معين في إجراء إعطاء الأدوية بناء على وزن المريض. الآن الحالات البسيطة اللي حصلت أثناء التخدير العام يعني وخاصة اللي سمعنا فيها وتم التحقيق فيها هي في أخطاء معينة حصلت أثناء عملية التخدير أو أثناء بالضبط اللي هو قلب المريضة من جهة لجهة جهة لجهة. أيوه. يعني خاصة الفنان المعروف اللي صار فيها سعد حسني. سعد حسني لا سعد نصر ما حد يسمع أنا ولا أنا ما حد يسمع. أيوه تفضل. المهم اللي صار إنه تم انزلاق الأنبوب الأكسجين أنبوب التخدير صحيح. من مكانه أثناء نقل المريضة. يعني الآن إحنا ما حندخل في تفاصيل، إحنا ما إحنا يعني في مجال إنه إحنا نحقق فيها ونشوف الأسباب. هو المشكلة دكتور لما يقرأوا كذا من خلال الصحف أو من خلال القنوات الفضائية لما تبثها مثل هذه المواضيع بيصير عند مثلا المريض أو من يريد هذه إجراء هذه العمليات إنه بيصير عنده تخوف وقلق. وهذا واقع، هذا واقع، هذا واقع. ولكن المفروض السؤال أصحاب الاختصاص. صحيح. يعني إحنا الآن ندخل على 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 النت بنشوف في منتدى معين بيناقشوا حالة. كل واحد يدلي في دلو وليس من أصحاب التخصص وليس وحتى ما كانوا هم أصحاب الشأن. أيوة يعني ولا كانوا أصحاب الشأن ولا كانوا يعني من ضمن الناس اللي تم نقاش الموضوع بشكل واقعي وفعلي. فيعني هذا المفروض يعني دائما يكون نقاش بين الطبيب ومريضته أو مريضه وطبيب التخدير من ناحية التخدير. طيب دكتور ما أنه عندنا وقت
ونستغل وجود مثلا ما شاء الله تبارك الرحمن مثل الدكتور بشر الشنواني معنا في برنامج حياتنا. كثير من التقنيات ايضا ظهرت في الفتره الاخيره، شد الرقبه والوجه مثلا لمده 3 سنوات، هل مثل هذه الاجهزه؟ ما رايك فيها دكتور؟ الان عندنا موضوع شد الوجه بالذات، ظهرت تقنيات كثيره ومنها اجهزه اللي هو اجهزه خارجيه يتم تمريرها على سطح الجلد لتنشيط موضوع الكولاجين او الطبقه الجلد لتنشيط الكولاجين فيها لعمليه الشد، يتكون شويه تليفات بسيطه تحت الجلد تشد الجلد. طبعا هذه ما نقدر نقول انه كل الاجهزه سيئه، بس الان على حسب طلب المريض وعلى حسب ترهل المريض وعمر المريض. ايوه مريض تجاوز في العمر ال 60 سنه الفائده فيها قليله جدا، الاعمار الاصغر تجاوبهم افضل لانه طبقه الكولاجين موجوده بطبقه بسماكه اكثر، فالاستجابه فيها تكون افضل. طبعا الاجهزه متنوعه وصناعات مختلفه، بس تحتاج الى يعني اختيار جيد للشخص المجري لها. كيف ممكن يعني مثل ما حضرتك قلت اختيار جيد، كيف المريض يبغى يعرف مثلا انه هذا الجهاز فعلا امن وجيد ام لا؟ ايوه الان اي جهاز نزوله في السوق يعتمد على عدد الحالات اللي تسوت فيه. يعني الان طبيبها او طبيب اللي مسؤول عن اجراء هذا يتم البحث معاه في مدى في حاجة اسمها أمان الجهاز وفي حاجة اسمها نتائج الجهاز. أمان الجهاز اللي هو دائما يأخذ عليها اللي هو من ضمنها السعودي FDA هيئة الدواء والغذاء السعودية تأخذ عليه التصريح بتداوله، بس نتائجه هنا الإشكالية في النتائج. ايش النتائج طب دكتور؟ لو بتقول مثلا على افضل على اجود جهاز نتكلم مثلا لشد الرقبه والوجه نتائج. احنا كجراحين لانه الاجهزه اجمالا الاجهزه كلها هذه نعتبرها ما بتأيدها لا احنا كجراحين لانه عندنا الخيار الجراحي دائما هو الافضل. الخيار الجراحي ولا في ايضا تقنيه شد الخيوط؟ نتكلم احنا الخيار اللي في اعلى نقول في اعلى السلم اللي هو الخيار الجراحي دائما للجراح، لأنه يعتبر القص وإعادة الخياطة هو الأفضل دائما، أفضل نتائج أفضل شيء بالنسبة لل طبعا فترة النقاهة تكون أطول وهذا، ولكن النتائج دائما أفضل. الآن اللي ما بينهم بين الشد الجراحي وبين الأجهزة اللي هو زي ما الآن موجود في الأسواق اللي هو الخيوط الطبية، وهذه الخيوط الطبية الآن في وقتنا الحالي الآن ظهر هي أكثر شيء ظهر أعداد وأشكال للخيوط بشكل كبير جدا وكلها آمنة. ما نقدر نقول كلها، التعميم صعب، التعميم في أي حاجة هو صعب، ولكن تختلف متفاوتة من 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 طبيب إلى آخر، من نوعية إلى أخرى. صحيح أيه، بس لازم نحط في عين الاعتبار إنه لها محدودية، مهما كان لها محدودية، الخيوط والأجهزة هذه لها محدودية، لازم الإنسان ماذا يتقبلها. تقصد بالمحدودية؟ يعني أنه الآن موضوع الشد حيكون بسيط، مو أنه إيه أيوه يعني يكون حتى ما يتوقع الواحد مثلا أيوه التوقعات حقت المريض لازم تكون في حدود المعقول، ولا حطيت لي خيط وعطاني 50% لا أنا أبغى 100% ما ينفع حتى في الجراحة ما في حاجة اسمها 100% 100% هو بالجراحة يعني العمل الجراحي. حتى في الجراحة احنا قاعدين نقول احنا ما في تعميم، ما نقدر نقول والله حاجة اسمها 100% حسب نوع الجلد حسب الترهل. في اشياء كثيرة لازم الانسان يتقبلها، انه نحصل على حاجة معينة مقابل شق جراحي مثلا. ايوه طيب نصيحة دكتور اخيرة للمشاهدين، ماذا تقول لهم تحديدا عن شفط الدهون او عن اللجوء للمراكز الطبية التجميلية لعمل اي عملية تجميلية؟ يعني هو النصيحة اللي لازم دائما تذكر انه تكون آمن، ابحث عن الجراح الآمن. ايوه لا تؤخذ الامور ببساطة، قد تكون الموضوع بسيط جدا ولكن يحتاج الى خبرة. الحاجة الثانية المهمة دائما في اي سؤال في اي استفسار نرجع الى مرجع طبي اكثر ما نرجع الى المنتديات والتواصل الاجتماعي. صحيح لان احيانا بيكون مثلا ما فيها مصداقيه، وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا يعني في منها هذا، ولكن ممكن يكون بحسن نيه يريد ان ينقل الى خبر
لا، او ممكن مثلا يعني الاجسام بتختلف والوجوه بعد متفاوتة، بتختلف، موضوع يعني ممكن نتائج متفاوتة. نجحت العمليه مع شخص ممكن ما تنجح مع تمام شخص ثاني، تمام تمام هو هذا المضبوط. شكرا لك شكرا دكتور جزيلا حسين لكم، الشنواني على حضورك الله يعطيكم في العافية، برنامج حياتنا، شكرا جزيلا شكرا لك. شكرا. مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم، حناخذ هذا الفاصل ونرجع لكم مره ثانيه.